صدق أو لا تصدق، إلا أن هذا لن يغير من الحقيقة شيئا، فما تراه ليس مشهدا تمثيليا، بل إنه علم يقين ما يجري في العراق. شعب بعمر التاريخ، صانع للحضارات، وعراقه مهدها على مر العصور. شعب كان يعرف بالوعي العالي والثقافة الراقية، فضلا عن أنه أول من علم البشرية الأبجدية، وأول من سن القوانين والدساتير، والأول في كل شيء يخدم البشرية دون منازع. إلا أن البعض من أبنائه اليوم يسعون بجهل مفرط إلى طمس تاريخه العريق. ثلة من الآخرين وهم من أبناء الأولين ولا شك، لكنهم ابتكروا ثقافة الغاب ظنا منهم أنها من علامات القوة، وهم أعلم أنها ليست بثقافة، وإنما هي خروج عبثي على كل القوانين والأعراف والتقاليد التي سار على نهجها آباؤهم وأجدادهم الأولون. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، والسبب أتفه من أن يذكر، ففي اشتباكات متفرقة كانت أسبابها خلاف على ملكية أرض أو أحقية شجرة أو تجاوز نعجة على نبتة أو غيرها مما قرأنا عنه عند العرب الأوائل في زمن الجاهلية، مع فارق مخيف أن اشتباكات اليوم هي أكثر دموية وفتكا بالأرواح والممتلكات. أما الدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية فهي الضحية دائما، كونها الحلقة الأضعف، فحين تكون العشيرة أقوى من الدولة وفوق القانون ماذا تتوقع؟ اطلع من البيت، اطلع من البيت، اطلع من البيت، اطلع